امتياز كبير من جبل القفزة اللي بطل على مدينة الناصرة الجميلة. أتكلم عن موضوع البشارة بيسوع المسيح. اليوم الناصرة بيزورها من كل أنحاء العالم تخليداً وتكريماً لإسم يسوع ولأنه عاش في هذه البلدة. أحبائي، شفنا إنه المسيح متميز، فريد، واحد من نوع، إنه من نسل المرأة، ولد ولادة عذراوية، والبشارة كانت عن طريق ملاك بشر مريم وبشر وأكد ليوسف النجار، وما نسميها معجزة التجسد. دخل إلى هذا العالم، اشترك يعني في جسدنا، في جسم بشريتنا، وصار جسد حتى يقوم في العمل الكامل، يكون الفدية، الضحية، الخلاص، الكفارة بديلا عنك وعني. من أجل هذا أحبائي، شرف وامتياز أن أولد في هذا البلد وأعيش في قانا الجليل وأخدم في هذه البلاد الجميلة. هل تعرفت بيسوع الناصري؟ أنا بدعوك اليوم، إذا أنت ما بتعرف، يمكن بتعرف معلومات عنه، شو رأيك اليوم تتعرف عليه شخصيا؟ هو بحبك ومش عاوزك تهلك، عاوزك إنك تكون بشركة مع الله ويكون إلك الحياة الأبدية. كل ما هنالك صلي قل له ارحمني يا رب واقبل يسوع المسيح.